لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. لا تلتمس في زمن الضيق عزاء من الناس، ليكن عزاؤك من الرب. يا بني، حياة الإنسان مفعمة بالحزن لأنه في المنفى. لا تلتمس راحة كاملة. بما أن مسيحنا حمل صليبه، فعلينا أن نحمل الصليب أيضا. إذا ما صبرنا على الضيقات، فسنتلقى نعمة من لدن الرب الإله. يسمح السيد بأن نجرب ليكون له أن يختبر حماسنا ومحبتنا. من هنا الصبر مطلوب. من دون صبر لا يقتني المرء خبرة ولا معرفة روحية ولا يبلغ أي مقدار من الفضيلة والكمال. أحب يسوع وقل الصلاة بتواتر فتنيرك على دربه. احرص ألا تدين، لأن الرب إذ ذاك سوف يسمح للنعمة بالانسحاب منك ويدعك تسقط وتتضع لتتمكن من رؤية أخطائك. أيها الرب يسوع المسيح ارحمني. قل الشيء نفسه بتواتر مرة بعد مرة. وإذا كنت في ذهني شاخصا إلى يسوع، فقل له: أشكرك يا مسيحي على كل ما أعطيتني وعلى المشقات التي أكابدها. المجد لك، المجد لك يا إلهي. إذا كنت صبورا فإن النعمة والفرح سوف يأتياني مرة أخرى. من كتاب سيرة ورسائل القديس الشيخ يوسف الهدوئي، صلواته تنفعنا أجمعين، آمين.